من الغرائب، بعض البلدان التي هي أصيبت بنكبات بها الشتاء في هذه الأيام، بعضهم يدعو دعاء يقول اللهم اجعل هذا البرد دفءا وسلاما عليهم. غلط، اعتداء في الدعاء، يعني تريد أن يبطل سبب وتأثير البرد، لأن البرد سببه البرودة، الشتاء سببه البرودة، مع بقائه هذا لا يمكن، إلا إن شاء الله كما عطل السبب سبب وعلة الإحراق للنار عطلها عن إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا لله، لكن وجود السبب هذا غلط. لا تقل اللهم اجعل البرد دفءا وسلاما، هذا في اعتداء، لكن قل اللهم اصرف عنهم البرد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما في المسند وسنن أبي داود بن ماجه، سيكون من أمتي قوم يعتدون في الطهور، يعني في الوضوء وفي الدعاء.